السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف أول الثانوي. النهاردة إن شاء الله ميعادنا إن شاء الله كده ناخد هندسة ونكمل. إحنا خلاص الحمد لله خلصنا الوحدة الأولى، هنخش دلوقتي على الوحدة الرابعة يعني في الهندسة. الوحدة بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن التقييمات المتوازية والأجزاء المتوازية، يعني برضو لسه مكملين في التناسب خواص التناسب. احنا خدنا التشابه وقلنا لما يكون ضلعين متشابهين او مثلثين متشابهين يبقى اطوال اضلاع المضلع الاول متناسبة مع اطوال اضلاع المضلع الثاني. النهارده بقى ناخد التناسب بس مع التوازي. هو مثلث، اول جزء من الوحدة دي بيتكلم على التوازي داخل المثلث. تعالى نشوف بقى النظرية الأولية بتقول إيه؟ بيقول لك لو عندي مثلث زي اللي أنت شايفه قدامك ده ورسم مستقيم يوازي أحد أضلاع المثلث، لو رسمت مستقيم يوازي أحد أضلاع المثلث ويقطع الضلعين الآخرين. اللي بيقول فإن المثلث الناتج يشابه المثلث الأصلي، أنت شاطر جدع، بس النهاردة بناخد حاجة تانية. خليك معايا في الوحدة كده وركز معايا. إذا رسم مستقيم يوازي أحد أضلاع المثلث ويقطع الضلعين الآخرين فإنه يقسمهما إلى أجزاء متناسبة. يعني من الآخر لما تلاقي ضلع بيوازي ضلع في مثلث وبيقطع الضلعين التانيين تعرف إن هيقسمهم لأجزاء متناسبة. يعني لو عايز تقول إن أ د على د ب تساوي أ ه على ه ج، إجابة صحيحة. الجزء ده ما تقسمه، النسبة بين الجزئين دول هتساوي النسبة بين الجزئين دول، وده المفروض بالنسبة لك مش جديد. طب يا مستر ينفع اقول زي الدرس اللي فات اقول ان ا د على ا ب كله، يعني اخد ضلع من المثلث الصغير واقسمه على ضلع من المثلث الكبير؟ هي ما دي خواص التناسب. انت لو جمعت مقدم زائد تالي وهنا جمعت مقدم زائد تالي ما يحصلش حاجه. يبقى ا د على ا ب هتساوي ا ه على ا ج، بس دي ممكن تكمل فيها وتقول بتساوي د ه على ب ج. يبقى امتى اقول ا د على ا ب بيساوي ا ه على ا ج؟ لما يكون مديني الضلع ده اللي هي يكون مديني به ج. طب ينفع اقول الف د او اقول الف ب على د ب؟ ينفع. ينفع تقول الف ب كله على د ب بيساوي الف ج على ه ج، كل ده صح. يبقى تاني لما يكون عندي مستقيم بيوازي احد اضلاع المثلث ويقطع الضلعين الاخرين فالضلعين دول هيتقسموا لاجزاء متناسبه، يعني النسبه بين الجزئين ما بتتغيرش. يعني لو قسمت ا د على د ب هتساوي ا ف على ه ج، او ممكن تقول ا د على ا ب كله يساوي ا ف على ا ج كله. ممكن سيادتك تقول برضو ا ب على د ب، ا ب على د ب بتساوي ا ج على ه ج، كل ده صح من التوازي. قال لك وبرضه في نفس الكلام لو عندي قطعوا بعض زي ما انت شايف كده. لو عندي مستقيم يوازي احد اضلاع المثلث بس كان من بره، استفاد من كده ايه؟ نفس الكلام هيقسمهما الى اجزاء متناسبه. يعني لو قلت ا ه على ا ج بتساوي ا د على ا ب بتساوي د ه على ب ج، صح. ولو قلت ا ه على ه ج كله بتساوي أ د على ب د كله برضه صح. ولو قلت أ ب على أ د بتساوي أ ج على أ ه برضه صح. كل ده احنا لسه بنقوله من شويه بس انا حبيت أكد عليك. يبقى تاني بيقول لك لما تلاقي توازي عملنا ايه بقى؟ اذا رسم مستقيم يوازي احد اضلاع المثلث ويقطع الضلعين الاخرين فهيقسم الضلعين دول الى اجزاء متناسبه. فامتى استخدم القاعده دي وامتى استخدم دي واذا استخدم دي من خلال المسائل. تعال نشوف اول سؤال. بيقول لك في الشكل المقابل اذا علمت ان د ه يوازي ب ج، عايز ايه يا مستر؟ عايز قيمه س بكام؟ طيب انت قلت لي لما دول يوازوا بعض ويقطع ضلعين اخرين في مثلث، وده مثلث اسمه أ ب ج اهو، قلنا الطالب اللي يقول أ د على د ب بتساوي أ ف على ه ج، صح. طب اسألك سؤال، هو أ د عندك؟ طالب يقول لي ما انا ممكن اجيبها 18 ناقص 6، جدع. طب هل في عندك؟ لا يا مستر. طب اذا هدي نفسك بقى، كل حاجه تنفع على فكره، بس انا ما قلتش أ د على د ب بتساوي أ ف على ه ج لانهم مش موجودين دلوقتي حالا. امال ايه اللي موجود؟
موجود ألف ب كله والحتة اللي تحت، موجود ألف جيم كله ممكن أجيب لك الحتة اللي تحت. طب خلاص، يبقى إذا القاعدة بتقول إن ألف ب على د ب بتساوي ألف جيم على ه جيم. طب ألف ب بكام؟ 18، وده ب بكام؟ ب6. طب وألف جيم كله بكام؟ 24. طب وه جيم بكام؟ 2 س. تعرف تجيب 2 س؟ اه، هضرب 6 في 24 على 18. طب طلع سؤال سهل اهو، يبقى 2 س تساوي، هبدأ اختصر، هقسم هنا على الاثنين فيها الثلاثة، على الاثنين فيها التسعة، اقسم هنا على الثلاثة فيها الثلاثة، على الثلاثة فيها الثمانية. مين يقول لي يبقى طلعت كام بقى؟ 8. اقسم على الاثنين يبقى السين بتاعتي بكام؟ ب4. طلع سؤال بسيط وسهل وجميل وفي منتهى السهولة. ناخد سؤال تاني. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك في الشكلين، مديك شكلين اهو، مسألتين اهو. تعال نمسك كل واحدة لوحدها، تعال نمسك الضلع الأولاني ده. عندي د ه بيوازي ب ج. لما د ه يوازي ب ج، أول ب مع مين المرة دي؟ شوف هو مديك إيه؟ مديك أ د، ومديك ده 2، وده 4، وده س. يبقى خلاص، هقول إن أ د على د ب، يعني براحتي؟ طبعًا براحتك. أقول 5 على 2 هتساوي الجزء ده على الجزء ده اللي هو 4 على س. تعرف تجيب السين؟ أه، 2 في 4 على 5. 2 في 4 8. 8 على 5 طلع سؤال سهل جدا. تعال نشوف السؤال ده، دول بيوازوا بعض، استفاد من ايه؟ عايز تقول الجزء ده على ده يساوي ده على ده، ممتاز. عايز تقول على ده كله، بس ده كله مش عندك، يبقى خلاص يا مستر زي دي بالظبط اهي. نقسم مين على مين بقى؟ س زائد 5 على 3 بتساوي 12 على س. حاصل ضرب جزئي الوتر الاول بيساوي، احنا قلنا بقى كده اهو، ا د على د ب اللي هو جزئين الضلع الاول، هنقسمهم على جزئين هنساوي حاصل قسمه الجزئين التانيين، يعني ا د على د ب بيساوي ا في على ه ج. يلا نعمل بقى حاصل ضرب الطرفين، س في س بس تربيع، 5 في س 5 س، 3 في 12 ب 36. دخل ال 36 جوه بقت س تربيع زائد 5 س ناقص 36 تساوي صفر. حلل يلا معايا بقى كده، هفتح قوسين، كم في كام؟ يديني 36 وطرحهم 5، 9 في 4 ده موجب وده سالب، يبقى السين بتساوي سالب 9، طبعا ده مرفوض لان مفيش طول ضلع بالسالب، والسين بتساوي 4. انا كنت عايز سين والسؤال خلص. سؤال جميل جدا، ده التوازي اظن في منتهى السهوله. تعال ناخد مساله ثانيه كده، بتقول لي ايه في الشكل المقابل؟ دول كلهم بيوازوا بعض، بس خلي بالك درس النهارده التوازي داخل المثلث، يعني لازم يكون عندي قطعة مستقيمة بتوازي أحد أضلاع المثلث. طيب أنت عايز إيه يا مستر مني؟ مديك المعطيات كما بالشكل، عايز منك طول ي واو بكام؟ وطول ي ب بكام؟ أعمل إيه؟ أنا عندي يا مستر ممكن أستخدم المثلث ده وأقول إن ده بيوازي أحد أضلاع المثلث، كلام مظبوط. طب تعمل إيه بقى؟ ممكن أستخدم التشابه، أقول ي ب على كله بتساوي 3 على كله، والله العظيم ممتاز، صح، إجابة صحيحة وجبت إياه به. طب بس هو طالب مني إيه؟ إيه واو الأول؟ هو جوه المثلث في توازي؟ لا، بس في توازي من بره، يبقى حلو. يبقى عشان أحل السؤال ده بقى مقالي، هقول له في المثلث إيه واو جيم، بما أن ه ب بيوازي واو جيم ويقطع المستقيمين الحاملين للضلعين. يبقى ده بيوازي احد اضلاع المثلث ويقطع الضلعين الاخرين، استفاد من كده ايه؟ ان الاجزاء تبقى متناسبه، هيقسم الاضلاع الى اجزاء متناسبه، يعني مين على مين؟ يعني يا مستر 3 على ايه واو، جدع مع انك غلطت بس انا هاكد عليك اهو، 3 على ايه واو بتساوي ب ي على 6، اذا ده ولا ده موجود ولا ده موجود؟ اه يبقى لا، يبقى استنى بقى شويه يا مستر خليها اهو، ونخش بقى على اللي انا كنت قلت عليه من الاول. شوف انا حتى لما حبيت ابدا زي ما انت كنت عايز تبدا من هنا لقيت عندي مجهولين، فقلت لا يبقى استنى اشتغل هنا بقى. ده بيوازي ده في المثلث ي ا د، المثلث ده مين بيوازي مين؟ ه ب بيوازي ا د. نستفاد من كده ايه؟ ان الاجزاء دي متناسبه. طب اقول مين على مين يا مستر؟ اقول 3 على كله اللي هو 10 يساوي ي ب اللي هو مش موجود على كله 16. تعرف تجيب ي ب؟ ايوه طبعا، 3
في 16 على 10. فلما هتقول 3 في 16 على 10 جاء طلعت السؤال معاك سهل جدا، طلع معايا 4 و8 من ايه؟ من 10. طب انا كنت ممكن اجيب يه واو من الاول بطريقه تانيه، ازاي؟ كنت ممكن اشتغل على المثلث الكبير حته حته بس، ناخد حل اخر لما نكمل دي. جبت يه بيه ب 4 و8 من 10، يبقى اقول 3 على يه واو بتساوي 4 و8 من 10 على 6. تعرف تجيب يه واو؟ هعمل مقص وهيديك معايا 3.75 من 100 سنتي، والسؤال اتحل. سمعت طالب بيقول لي يا مستر انا اشتغلت على المثلث كله كده واشتغلت على ده، غلط؟ لا طبعا يا ابني صح. اهو تعال نشوف كده هنعمل ايه؟ هقول 10 على يه واو هتساوي 6 على 16. 10 على يه واو بتساوي 16، ادمت بدأت من ده تبدأ من ده، بتساوي 16 على 6. تعرف تجيب يه واو؟ اعمل مقص هيديك نفس الناتج بالظبط اللي احنا جبناه بتاع يه واو، 3.75 من ايه؟ من 100، يطلع 6 في 10 على 16 يطلع 3.75 من 100، برضه اجابه صحيحه. الدنيا حلوه، ولو ركزت معايا وفهمت التوازي يبقى الطالب العسل اللي عايز يركز معايا بقى كده نرجع تاني وبعدين نظبط لك الدنيا كلها. اللي عايز يظبط معايا الدنيا لما تلاقي مستقيم يوازي احد اضلاع المثلث من جوه، يبقى النسبه بين الجزئين دول بتساوي النسبه بين الجزئين دول. او الالف د على الف ب يساوي الف ا على الف ج، او الالف ب على د ب بتساوي الف ج على ه ج. طب لو كان من بره يبقى اقول الف ه على الف ج بتساوي الف ب على الف د، او اقول ب ج على ه د. طب لو عايز اقول الف ه على كله ينفع، الف ه على ب على ه ج تساوي الف د على د ب. يبقى ركز قوي في اللي قلته ده، هتلاقي ان الدنيا بقت جميله جدا معاك. تعال بقى نكمل بقيه المسائل بقى عشان نبدا نخش بافكار حلوه. ايه المساله دي بتقول؟ ايه المساله دي بتقول لك ان عندي ده بيوازي ده. المساله بتتكلم بتقول لك انا محلوله عندي اهو، عايز مني ايه يا مستر؟ عايز طول الف ج. طب بما ان د ه بيوازي ب ج ويقطع المستقيمين الحاملين لهم، استفاد من كده ايه؟ ان النسبه بين مين ومين 2 على الف ج هتساوي ايه؟ 3 على 6. تعرف تجيب الف ج؟ اه ده سهل خالص، 2 في 6 على 3 سهل خالص، عشان انت عارف القانون ان النسبه بين الجزئين دول بتساوي النسبه بين الجزئين دول. يبقى 12 على 3 فيها كام؟ 4. وطلع سؤال في منتهى السهوله. ناخد مساله ثانيه. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك في الشكل المقابل. ركز معايا بقى قوي 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 قوي. احنا كده خدنا التوازي، وعايز اقول كلمه واحده عشان يبقى خدنا الجزء اللي بعده، والعكس صحيح. يعني ايه يا مستر والعكس صحيح؟ يعني لو طلبت منك تثبت ان ده بيوازي ده، مثلا طلع ده النسبه بينهم 2 الى 3، قسمت ا د على د ب طلعت 2 على 3، وقسمت ا على ه ج طلعت برضو النسبه بينهم 2 الى 3. يعني لو الاجزاء دي متناسبه يبقى د ه بيوازي ب ج. يبقى لو كان قال لي ان دول بيوازوا بعض استفاد ان الاجزاء دي متناسبه، ولو كانت هو ده كلمه العكس صحيح بقى، ولو كانت الاجزاء دي متناسبه يبقى لازم د ه يكون بيوازي ب ج. مستر بستخدم العكس صحيح ده امتى؟ لما يكون بيقول لك في السؤال اثبت ان ضلع بيوازي ضلع. يبقى دلوقتي في المرحله الاعداديه خدنا نسبه زي نسبه ان في توازي، خدنا في المرحله الاعداديه عشان نثبت ان في توازي يبقى في زاويه بتساوي زاويه في وضع تبادل، زاويه بتساوي زاويه في وضع تناظر، زاويه بتساوي زاويه وزاويه وزاويه مجموعهم 180 وهما داخلتين وفي جهه واحده من القاطع. في اولى ثانوي ازاي نثبت ان في توازي داخل مثلث لو كانت الاضلاع اللي الخط ده بيقطعهم متناسبه؟ ده اللي هي ده بيقسمهم لاجزاء متناسبه، يبقى الضلعين دول بيوازوا ايه؟ بعض. نرجع بقى للمساله عشان نثبت المعلومه في مخنا. السؤال بيقول لك اثبت ان السؤال بيقول لك اذا كان ده اللي هي بيوازي به جيم، ده اللي هي بيوازي به جيم، هو ده اللي هي ده بيوازي به جيم في انهي مثلث؟ اه هو لازم يكون في مثلث طبعا. ده اللي هي بيوازي به واو في المثلث الف به واو. بقول له في المثلث اللي اسمه ألف ب واو. طب ده لما بيوازي ده في المثلث فين الضلعين التانيين اللي قطعهم؟ ألف ب وألف واو. يبقى أقول النسبة من مين على مين يساوي مين على مين؟ أقول إن ألف د على د ب بتساوي ألف ه على ه واو، هو ده اللي عندي. فأقول مين على مين؟ أقول تاني كده، أقول إن ألف د على د ب بتساوي ألف ه على ه واو. بس يا مستر ألف د مش عندي، ما أنت ما قريتش المعطيات.
ألف دال بتساوي تلات أرباع دال ب. يعني أنت لو عايز تجيب ألف دال على دال ب يبقى النسبة بينهم كام؟ تلات أرباع. يبقى ألف ه ألف دال على دال ب النسبة بينهم 3 إلى 4، النسبة ما قلتش طول. يبقى ألف دال على دال ب عندي النسبة بتاعتهم 3 على 4. طب وألف ه؟ ما أنا عندك ألف ه قدامك بكام؟ قدامك عندك أهو ب 4 سنتي. يبقى أنا عندي ألف ه موجودة عندي في المسألة 4 و5 من 10 سنتي. أهو 4 ونص. تعرف تجيب دلوقتي ه واو؟ طبعًا أقدر أجيب ه واو. حاصل ضرب الطرفين أهو، يبقى ه واو بتساوي 4 في 4 ونص على 3. لما عملت كده طلع ان هي واو ده بكام؟ ب 6 سنتي. يبقى انا جبت هي واو ده ب 6 سنتي. حلو، وده كان ب 4 ونص سنتي. جبت اول حاجه كان طالبها مني هي واو. لا، ما كانش طالب منك كده، ده كان طالبك تثبت ان دال واو بيوازي به جيم. اللي حضر بقى معايا ومركز كده معايا، امتى ده يوازي ده؟ هم موجودين في المثلث ولا لا؟ اه، في المثلث الكبير ا ب ج. د واو ده بيقسم فين؟ فين الضلعين اللي قطعهم؟ أ ب و أ ج. طب فين الأجزاء اللي هو قسمها؟ أ د و د ب. تعالى بقى نجيبهم الاثنين كده، بما أن أ د على د ب، ما أنا عندي الثلاث أرباع. تعالى بقى نجيب الجزئين التانيين اللي هو أ واو على واو ج، بما أن أ واو على واو ج. أ واو بكام؟ أجمع 4.5 زائد 6 يديني 10.5. واو جيم بكام؟ ب 14. اقسمهم يطلع 3 ارباع. ايه ده؟ دول بيساووا بعض. فطبعا اذا ا د على د ب بتساوي ا واو على واو ج، وادام الجزء ده على الجزء ده يساوي الجزء ده على الجزء ده، يبقى اذا ده عكس النظريه ان د واو بتوازي به ج، وهو المطلوب ايه؟ اثباته. تعالى ناخد سؤال تاني بقى ما فيهوش ارقام خالص، سؤال جميل وسهل وبسيط. يقول لك في الشكل المقابل رسم صاد سين، صاد سين يوازي دال ألف، ورسم صاد عين يوازي دال جيم. اثبت أن سين عين توازي ألف جيم. أنا مش فاهم قوي يا مستر، بالراحة ناخد حتة حتة. بما أن صاد سين يوازي دال ألف، أنت قلت لنا يا مستر أدمس حاجة بتوازي حاجة لازم اختار المثلث اللي موجودين فيها. س ص و أ د موجودين في أي مثلث؟ ب أ د. يبقى أقول له في المثلث ب أ د. لما دول بيوازوا بعض أستفاد من كده إيه؟ النسبة من الجزئين دول بتساوي النسبة من الجزئين دول. يعني هقول إن ب س على س أ بتساوي إيه؟ ب ص على ص د، وأسمي ده واحد. تعال نخش على المعطى اللي بعده. بما أن ص ع يوازي د ج، اهو ص ع اهو ود ج اهو. طب دول موجودين في انهي مثلث؟ موجودين في المثلث ب د ج. استفاد من كده ايه؟ هما دول يا مستر لما بيوازوا بعض الخط ده قطع الجزئين الضلعين التانيين، اه ب د وب ج. طب فين الاجزاء بتاعتهم؟ ب ع على ع ج، ب ع على ع ج هتساوي ايه؟ ب س ب ص على ص د، ب ص على ص د. واظن حضرتك خدت بالك ان الضلع ده طلع مشترك بينهم. طب بص كويس على النسبتين، ايه ده؟ ده دي هي دي، ما انا عارف ان هي لان ده طلع مشترك. من يقول لي بقى من 1 و2 نستنتج ايه؟ نستنتج ان ب س على س ألف بتساوي ب ع على ع ج. تعال نبص كده وانت عاملهم اصلا اهو يا مستر، ب س على س ألف هتساوي ب ع على ع ج. كل ده في انهي مثلث؟ في المثلث ب ا ج الكبير ده. طب لما تكون الاجزاء دي متساويه مش هستفاد من كده ان س ع يوازي ا ج؟ اذا س ع يوازي ا ج. هو حضرتك كنت عايز ايه؟ كنت عايز اثبت ان س ع يوازي ا ج، هو المطلوب ايه؟ اثباته. ناخد سؤال كمان، سؤال جميل جدا، اتمنى الطلبه الحلوين كده يكونوا مركزين معايا في السؤال ده. في الشكل المقابل إذا كان أ د على د ب 5 على 3، أ د على د ب 5 إلى 3، ده نسبته نسبته ما قلتش طول. أ د على د ب 5 إلى 3، الطالب العسل بقى. يبقى أ د على أ ب كله كام؟ 5 على 8، يعني أ ي على أ ج كله كام؟ 5 على 8، ما هو ده 5 وده 3، يبقى دي 5 يبقى دي كلها 8. يبقى دي 5 ودي كلها 8، تبقى دي 5 ودي كلها 8. تعالى نشوف المستر عايز منك إيه؟ عايز منك أ ب على ب د. ا ب كله؟ اه 5.
على ب د 3. يبقى انت بتقول يا مستر 5 زائد 3 8 على 3. عارف عامل مين؟ عم استخدم خواص التناسب. خواص التناسب بتقول ان مقدم زائد تالي على تالي، يعني لو جمعت البسط والمقام هنا بس اللي تعمله هنا تعمله هنا. مين يجمع د د ب زائد ا د؟ د ب زائد ا د يديني ا ب كله على د ب. طب زي ما جمعت هنا اجمع هنا، 3 و5 كام؟ 8 على 3. وعايزك تعمل كده، بس احنا من الرسمه جبناه ده 3 وده 5، ده 5 وده 3. يبقى لما اقول لك ا ب كله نسبته كام؟ هتبقى 8 على د ب بكام؟ 3. سؤال سهل اهو. في نفس الرسمه غير حاجه ثانيه، نفس الرسمه الكلام كله على نفس الرسمه. في نفس الرسمه دي بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك في الشكل المقابل ا ه على ا ج، ا ه على ألف جيم. اه كام على كام النسبة؟ 4 إلى 7. لما يكون ده 4 وده 7، مين يقول النسبة دي كام؟ 3. يبقى إذا ألف هي على هي جيم 4 على 3، ولو قلت لي جيم هي على هي ألف 4 على 3، ولو قلت لي به ده على ده ألف 4 على 3، لأن ده توازي. وعايز منك جيم هي على هي ألف 3 على 4. ده سؤال سهل جدا يا مستر. تعال نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك إيه؟ يقول لك في الشكل المقابل هو نفس الشكل. إذا كان د هي على ب ج، د هي على ب ج 3 إلى 5. إيه ده؟ ده تشابه يا مستر. أنت قلت لي لما ياخد الضلعين دول آخد ده على ده كله. يا دع، يبقى ده نسبته 3 وده كله 5، يبقى دي كام؟ 2. يبقى لو طلب منك أ هي على هي ج 3 على 2. أ د على د ب 3 على 2. تعال شوف هو طالب مني إيه؟ أ د على د ب 3 على 2. ده طلع سؤال جميل جدا، و3 على 2 طبعا بواحد وإيه؟ ونص. حلو، اتمنى اكون كنت مركز معايا جدا في السؤال ده، السؤال ده مهم جدا. تعال نشوف السؤال البسيط ده. بيقول لك في الشكل المقابل اذا كان ا ب بيوازي ج د، عايز قيمه س. طيب ما ده اللي قلناه، اما دول بيوازوا بعض، مين يقول اللي استفاد من كده ايه بقى؟ ان الجزئين دول متناسبين مع الجزئين دول. يعني لما اقول س زائد 1 على 3 س هتساوي ايه؟ هتساوي يا مستر، أنا قلت س بدأت من المثلث اللي فوق، يبقى دايما أبدأ بالمثلث اللي فوق. أقول 2 س زائد 1 على 6 س ناقص 2. هنعمل إيه؟ حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. جدع، نعمل مقص يعني، اضرب معايا بالراحة بقى كده وهدي نفسك. س في 6 س أهو، تاني قلت إيه؟ س زائد 1 على 3 س بتساوي 2 س زائد 1 على 6 س ناقص 2. هنعمل مقص بقى، س في 6 س، 6 س تربيع. س في ناقص 2 ناقص 2 س، 1 في 6 س ب 6 س، 1 في ناقص 2 ناقص 2 يساوي، اعمل الطرف الثاني، 3 س في 2 س 6 س اس 2، 3 س في 1 ب 3 س. الله على قدر الحلو، ده راح مع ده، 6 س ناقص 6 س تربيع بصفر. تعالى بقى نجمع السيلات كلها في طرف واحد ونجمع الارقام في طرف واحد. لما هدخل ده الناحيه الثانيه بعكس الاشاره هيطلع كام؟ هيطلع يا مستر السؤال بيقول لك ايه؟ عشان لو انا شفتش حاجه غلط ولا حاجه اهو، تاني 3 س ودي 2 س زائد 1 ودي س زائد 1 ودي 3 س، صح؟ يبقى تاني س زائد 1 على 3 س بتساوي 2 س زائد 1 على 6 س ناقص 2. قلنا هنعمل ايه؟ حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. تعالى بقى نكمل مع بعض كده، وطلع سؤال جميل اهو. يلا هنقول س في 6 س ب 6 س تربيع، س في ناقص 2 بناقص 2 س، 1 في 6 س ب 6 س، و1 في سالب 2 بسالب 2. مظبوط. ايه تاني يا مستر بعد كده؟ هبدا اعمل بقى المقص التاني، 3 س في 2 س بتساوي 3 2 في 3 ب 6 س اس 2، و3 س في 1 ب 3 س. ال 6 س تربيع راحت مع ال 6 س تربيع. طب وبعدين اعمل ايه؟ هجمع السينات مع بعض واطلع الارقام مع بعض واطلع قيمه س، واطلع قيمه ايه؟ س. والسؤال خلص، وسؤال جميل جدا وبسيط. تعال نشوف السؤال الجميل ده، نفس الافكار اللي قلناها في الدرس اللي فات. لما يكون في ضلعين بيساووا بعض نعمل ايه؟ قلنا نسمي ده كاف ونسمي ده كاف، نسمي ده س ونسمي ده س، بس انا هنا في س فسميت ده كاف وده كاف. احنا قلنا لما يكون في توازي يبقى النسبه بين الجزئين دول بتساوي النسبه بين الجزئين دول. يعني اقول كاف على 12
بتساوي 3 على كاف. حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، هتبقى كاف تربيع بتساوي 36. خد الجذر التربيعي موجب وسالب 6. انت قلت 6 بس ليه يا مستر؟ لان هو ده ما ينفعش اقول موجب سالب عشان الكاف ده طول ضلع. انا جبت الكاف اختار 6؟ لا، شوف هو عايز منك ايه؟ هو عايز الف جيم كلها. ده 6 وده 12، من يقول لي 6 زائد 12 كام؟ 18. شكرا. السؤال اللي بعده بيقول لك في الشكل المقابل، وركز معاه بقى، سؤال جميل اهو وعاوزين نركز مع بعض. بيقول لك في الشكل المقابل اذا كان ا ب بيوازي ج د، موافق؟ وكان 2 ا ه بتساوي 3 ه د. طب ما تعالى نخليها نسبه، يبقى ا ه على ه د هتساوي كام على كام؟ 3 على 2. يعني ا ه دي نسبتها 3، ما قلتش طالب، بقول نسبتها 3، وه د دي نسبتها 2. انت عايز حضرتك ايه يا مستر؟ وبقول لك كمان ان ب ه ناقص ج م استفاد ايه من كده؟ استفاد من كده ان النسبه بين الجزئين دول بتساوي النسبه بين الجزئين دول. يعني لو انا قلت حضرتك كده، ركز معايا قوي وانا بشرح دلوقتي، لو انا قلت لك ان ا ه على ه على د ه، ا ه على د ه هتساوي مين؟ هتساوي ه ا ه على د ه هتساوي ب ه على ه ج، يبقى هتساوي ب ه على ج ه. ما تيجي نعوض ا ه على د ه بكام؟ ب 3 على 2. مستر بس ب ه مش موجوده وج ه مش موجود، عندي طريقتين تحل بيهم، مش طريقتين، ثلاث طرق، واتمنى الطلبه تركز معايا في الثلاث طرق. لو فهمت الثلاث طرق قدراتك الرياضيه هتعلى جدا. اول طريقه سالت نفسي مش دي نسبه رموز ونسبه ارقام؟ اه، فانا ممكن اسمي ال ب ه ده بتساوي 3 كاف، واسمي ج ه ده بتساوي 2 كاف. طيب ده عشان دي نسبه رموز ونسبه ارقام، هو بيديني ايه في المساله؟ بيديني طرحهم. طب ما تطرح ب ه ناقص ج ه هيديني كاف واحده، وقال لك طرحهم بكام؟ باربعه. ايه ده، انا جبت الكاف باربعه، يبقى ب ه بكام؟ 3 في 4 ب 12. طب وج ه بكام؟ 2 في 4 ب 8. ايه ده، يعني ده ب 12 وده ب 8؟ طب هو عايز ايه؟ عايز عايز ب ه ج كل اللي هو مجموعهم. 12 زائد 8 كام؟ 20. طريقه ثانيه، ركز معايا، انا هعمل شغل سته ابتدائي، هو مديني النسبه بين ب ه وج ه، لكن انا ما عنديش ب ه وج ه، ما انت عندك ايه؟ عندك طرحهم، فاقول الى الطرح. انا عندي النسبه 3 الى 2، طرحهم النسبه كام؟ 1. هو الطرح بكام؟ ب 4. تعرف تجيب ه جيم ه؟ اه، 2 في 4 على 1 8. تعرف تجيب ب؟ اه، 3 في 12 على 1 12، نجمعهم يطلع 20، يبقى ب ج ب 20. الطريقه الثالثه انا بحبها بقى، خواص التناسب. قلنا قبل كده مقدم زائد تالي على تالي يساوي مقدم زائد تالي على تالي، ولو طرحت مقدم ناقص تالي على تالي يساوي مقدم ناقص تالي على تالي. يعني لو جمعت او طرحت ما يحصلش حاجه، المساله هو بيطرح ب ه ناقص ج ه فلازم اقلده. هقول هطرح الاثنين دول مع بعض واكتبهم فوق ب ه ناقص ج ه، وسبت ال ج ه زي ما هي. زي ما عملت هنا تعمل هنا، 3 ناقص 2 على 2، 3 ناقص 2 كام؟ 1 على 2. ب ه ناقص ه ج بكام؟ 4. تعرف تجيب ج ه؟ ناقص يطلع 8، والثانيه هتطلع 12، تجمعهم يطلع 20. ثلاث طرق الاسهل بالنسبه لك حل بيها. بصوا كده معايا يا حبايبي، في الشكل المقابل جايب لي مثلث ا ب ج مثلث، في د واو يوازي ب ه، وفي د ه يوازي ب ج، وبيقول لي ان حاصل ضرب ا واو في ا ج يساوي نقط، مديني اختيارات، يا ترى ا ه ولا ا ه تربيع ام د ه تربيع ام واو ه في ه ج. هقول له اولا انت هنا بتقول لي ا واو في ا ج، تمام؟ قال لي تمام. انا همسك كل توازي لوحده، هل لو خدت التوازي ده الواو مع ب ه هيوصلني الالف واو في الف ج؟ قال لي لا، يوصلني الالف واو في الف ه. طب لو خدت التوازي الثاني اللي هو ده ال ه يوازي ب ج، هل هيوصلني الالف واو في الف ج؟ قال لي لا، هيوصلني الف ه في الف ج. اذا هو هنا عايز يربط التوازيين ببعض، فانا هقول له ايه؟ همسك كل توازي لوحده واشتغل عليه. اولا في المثلث ا ب ه انا عندي د واو يوازي ب ه،
تمام؟ قال لي تمام. قال لي يبقى ألف دال طبعا مفروض على دال ب تساوي ألف واو على واو هي. بس قلنا من خواص التناسب زي ما قال مستر إسماعيل من شوية إن مقدم على مقدم زائد تالي يساوي مقدم على مقدم زائد تالي. يعني ممكن أقول ألف دال على ألف ب كله يساوي ألف واو على ألف ه كله. أدي واحد. ممكن نعملها كده يا مستر، نعملها كده. أو ممكن أقول بما أن دال واو يوازي ب ه يبقى المثلث أ د واو يشابه المثلث أ ب ه. وينتج من التشابه إن أ د على أ ب يساوي أ واو على أ ه، برضه صح. أدي النسبة الأولى سيبها على جنب. نيجي بقى للنسبة الثانية. هقوله في المثلث أ ب ج كبير كل د ه، أنا عندي د ه أهو، د ه بيوازي ب ج. قال لي تمام. قال لي خلاص برضه نفس الكلام، يبقى أ د على أ ب كله بيساوي أ ه على أ ج كله. أدي النسبة الثانية. بس أنا شايف إن أ د على أ ب مشتركة، يبقى استنتج من واحد واثنين إن أ واو على أ ه يساوي أ ه على أ ج. حاصل ضرب الطرفين تساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى أ ه تربيع بتساوي أ واو في أ ج. إذا يبقى أ واو في أ ج بيساوي أ ه تربيع. اختار يا مستر أ ه تربيع، يبقى الإجابة أ ه تربيع. أدي كده تمرين. ناخد مع بعض تمرين تاني كده، جزء على نقطة تقاطع المتوسطات. بيقول لي هنا إيه؟ إذا كانت مين نقطة تقاطع المتوسطات للمثلث أ ب ج، فإن 2 س زائد ص يساوي نقط، ومديني اختيارات. جايب لي هنا خلي بالك ان ا د بص زائد 3، وده ب بص، و ا ه ب 2 س زائد 6، و ه ج ب 4 بس، وسابني وعايز 2 س زائد ص. اقول له حاضر. اولا انا عندي مجهولين، ده انا هقسم الجزء اللي عندي الى مثلثين. هاخد ا ص في الجزء الواحد تبقى مثلث لوحده هو ص، واخد س في جزء الواحد. مش انت بتقول لي ان م دي نقطه تقاطع المتوسطات؟ قال لي اه. قال لما تيجي نرسم المتوسط ا د، هنوصل ا د، يبقى لما اجي اوصل ا بم لما ا يعدي على نقطه تقاطع المتوسطات يبقى لازم ينص في القاعده اهو يا سيدي. يبقى د منتصف ب ج، اوعى تنسى دي، لان ا د متوسط دلوقتي لانه بيمر بنقطه م. خدنا قبل كده ان نقطه تقاطع المتوسطات بتقسم كل متوسط بنسبة واحد إلى اتنين من جهة القاعدة. خلاص يا مستر، يبقى أنا عندي النسبة واحد إلى اتنين. ومستر إسماعيل دلوقتي علمنا، قالك لما يكون في المثلث أ ب د، في المثلث ده د مين بيوازي ب د، إيه اللي يحصل؟ قال لي يبقى الأجزاء متناسبة. يعني أ د على د ب يساوي أ م على م د. حط النسب واضرب. يبقى ألف دال على دال ب بتساوي ألف ميم على ميم دال. طب ما هي مثلا ألف ميم على ميم دال بتساوي اتنين على واحد، يبقى ألف دال على دال ب بتساوي اتنين على واحد. عوض، يبقى ص زائد تلاتة على ص بتساوي اتنين على واحد. حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى ص زائد تلاتة بتساوي اتنين ص. هات الص مع الص بمعكوسها الجمع، يبقى 2 ص ناقص ص يعني الص بتساوي 3. جبنا الص. بنفس المنظر كده هنجيب الناحية التانية بقى، ناخد المثلث التاني عشان نجيب س. هقول له في المثلث أ د ج، بما أن م ه بيوازي د ج في توازي يبقى في أجزاء متناسبة. هقول له يبقى أ ه على ه ج برضه هتساوي أ م على م د، يعني هتساوي 2 على 1 أهو يا مستر. يبقى ألف هي على هي جيم بتساوي اتنين على واحد. عوض، يبقى اتنين سين زائد ستة على الأربعة بيساوي اتنين على واحد. حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، ممكن أقول يبقى اتنين سين زائد ستة بتساوي أربعة في اتنين بتمانية على طول. يبقى اتنين سين هتساوي تمانية ناقص ستة يدينا اتنين، نقسم على الاتنين تطلع السين بواحد. أمسك بقى المقدار اللي هو قال عليه وعوض. أنا عايز 2 س زائد ص، طب ما هي س بواحد، فأقول 2 في 1 زائد الص ب 3 يبقى زائد 3. 2 في 1 ب 2 زائد 3 يدينا
خمسة يا مستر، يبقى الحل يطلع خمسة، اختار لو في اختيارات اختار خمسة. تعال ننتقل الى فكرة تانية ومثال تاني برضو على المتوسطات. انت فهمت الاولاني، تعال كده نكمل مع بعض ونشوف المتوسطات في الجزء التاني. يلا معايا كده اقرأ وانا معاك. بيقول لي هنا ايه، وانا حاول اخر شوية عشان انت كمان تسبقني. اذا كانت ميم نقطة تلاقي المتوسطات، يبقى ميم نقطة تلاقي متوسطات المثلث ألف ب ج، ماشي. وكان ده الميم بيوازي ب ج، قال لي فإن ده الميم على ب ج بيساوي نقط، واداني اختيارات. ادي المسألة اهي، وعايزك انت تركز وتقول لي نعمل ايه وانا معاك. يلا يا سيدي، ايه اللي نعمله في المسألة زي كده يا مستر؟ جات لي حاجة زي دي افكر فيها ازاي؟ قال لي ما انت قلت يا مستر من شوية ان انا ممكن اعمل ايه. انا دلوقتي طالما في عندي ميم نقطة تلاقي المتوسطات، يبقى لازم اوصل الف بميم. فلما اوصل الف بميم لازم امد على استقامته فهيعمل متوسط. فلو قلنا برضه هنوصل الف بميم يقطع ب ج فين؟ في د، يبقى كده خلاص، يبقى انا عندي الف د متوسط. تمام. اه يا مستر الحل، طبعا الحل في الاخر النسبة د م على ب ج هتطلع تولد. ازاي يا مستر؟ اهو بص كده معايا، انا وصلت الف بميم هيقطع ب ج في ايه مثلا، ماشي. يبقى الف ب ه ده مثلث في د م يوازي ب ه، تمام. يبقى ابدا بيه واقول ان م بتقسم بنسبه 1 إلى 2 من جهه القاعده، اوعى تنسى دي، ماشي. اهو عملت لك النسبه، يبقى انا عايز د م بالنسبه ل ب ه. هنا بقى خلي بالك، ده الميم بالنسبة لـ به دي تيجي عن طريق ايه؟ قال يا مستر دي تيجي عن طريق التشابه، مش عن طريق التناسب، لا تشابه. الموازي يبقى استخدم تشابه. هقول بما ان ده الميم يوازي به، يبقى المثلث ألف د م يشابه المثلث ألف به، وينتج ان ألف د على ألف ب يساوي د م على به يساوي ألف م على ألف ه. يبقى ده الميم على ب ه هيساوي 2 على 3، ادي النسبه الاولى. طيب وانا عندي يا مستر ا ه قلنا متوسط، يعني ب ه يساوي نص ب ج، تمام. ماشي، ثبتت ج وثبتت ج، ثبتنا ان د ه ان د الميم على ب ه بيساوي 2 على 3، وثبتت ان ب ه نص ب ج، يعني ممكن اشيل ب ه واحط مكانه نص ب ج. قال لي ممكن، يبقى اصبح د الم على نص ب ج يساوي 2 على 3. اضرب حاصل ضرب الطرفين سوى حاصل ضرب الوسطين، يبقى د الم هتساوي 2 في نص ب ج، يعني ب ج، ب ج على 3، ب ج على 3 يعني ثلث ب ج، وخلصت. يبقى اصبح د الم بتساوي ثلث ب ج، وهو المطلوب اثباته. مستر ممكن حاجة تانية؟ حاضر، ممكن نعمل تعويض. هقول له ده الميم بتساوي 2 على 3 من ب ه، شيل ب ه وحط مكانها نص ب ج، يبقى أنا عندي ده الميم بتساوي 2 على 3 في نص ب ج، ويطلع تلت ب ج، هي هي. ماشي، تعالى ننتقل كده يا مستر إلى فكرة تانية، مثال تاني، شوف معايا كده. ده الميم طبعًا على ب ج بتساوي تلت. بص معايا على المثال ده كده، الشكل المقابل بيقول لي إذا كانت د ه توازي ب ج، ود ه بص وب ج بس، وكانت 2 س تربيع ناقص 3 س ص ناقص 5 ص تربيع بيساوي صفر. ده مديني كده معادلة من عنده، ماشي. وكان ا ب كمان بيساوي 10 سم، فإن ه ب بتساوي كام سم؟ أقول له حاضر. أولاً انت عايز نجيب مين؟ عايز نجيب ه ب الجزء ده، صح؟ قال لي مظبوط. طب ما تيجي كده نشوف موضوع الصاد دي ايه. انت مديني علاقه هنا ايه، علاقه بين س وصاد، اقدر اجيب نسبه س لصاد؟ اقدر يا مستر، ده مقدار ثلاثي يا مستر، 2 س تربيع ناقص 3 س صاد ناقص 5 صاد تربيع بتساوي صفر، ده مقدار ثلاثي يتحلل. ما تيجي نحلله مع بعض كده. قال لي يلا بينا، هنفتح قوسين هيبقى 2 س
في القوس الاول والقوس الثاني س، 2 س و س. 5 ص تربيع عباره عن 5 ص في ص، هيبقى هنا 2 س ناقص 5 ص لان الكبير بياخد زي النص، والثاني س زائد ص. عشان لما اضرب 2 س في 1 ص يبقى 2 س ص ناقص 5 س ص يدونا سالب 3 س ص. نقسم الصفحه نصين، حاصل ضرب قوسين بصفر، هقول له يا اما الاول بصفر يا اما الثاني بصفر. يبقى اما 2 س هتساوي 5 ص، ومنها نجيب س على ص، يبقى س على ص بتساوي او ص على س بتساوي 2 على 5 مش فارقه. يبقى جبت ص على س بتساوي 2 على 5، عمليه عكسيه زي ما اتفقنا. يا اما س هتساوي سالب ص، قال لي ده ما ينفعش. ما ينفعش طول بيكون بالسالب. س بتساوي سالب ص، ايوه ما ينفعش، لو س ب5 يبقى ص بسالب 5 ما تجيش، ما ينفعش. خلاص. يبقى انا همسك ان 2 س، ان ص على س بتساوي 2 على 5، اركن دي على جنب. انت بتقول لي ان ده اللي هي بيوازي ب ج، صح؟ درس النهارده. مستر اسماعيل علمنا لما يكون في توازي في اجزاء متناسبه. اهو يا مستر. المثلث ا ب ج، انت بتقول لي ده اللي هي يوازي ب ج. تمام. يبقى في اجزاء متناسبه. يعني ألف دال على دال جيم سواء ألف ه على ه جيم، قال لي كلامك مظبوط. بس أنت هنا مديني التوازي، قال لي التوازي يجي عن طريق التشابه. يعني أقول المثلث ألف ه دال يشابه المثلث ألف ب جيم، قال لي أه. وبالتالي يبقى ه دال على ب جيم بيساوي ألف ه على ألف ب. وأنت قايل لي ألف ب ب 10 سم يا مستر، أنت اللي قايل لي ألف ب كله ب 10 سم. قال لي جميل. يبقى ألف ه على ألف ب كله بتساوي ه دال اللي هي ص على ب ج اللي هي س. يبقى ألف ه على 10 بتساوي ص على س. الغي ص على س وحط مكانها 2 على 5. يبقى ألف ه على 10 بتساوي 2 على 5، حاصل ضرب الطرفين تساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى ألف ه هتساوي 2 في 10 على 5 هيساوي 4. أنا جبت ألف ه بـ4، يبقى ه ب الباقي هقول له 10 اشيل منها 4 يدينا 6. اختار يا مستر الاجابه ج هي 6. سؤال حلو، سؤال جميل، يا رب نكون فهمنا ايه اللي بيحصل. ننتقل مع بعض الى فكره ثانيه وسؤال ثاني. سؤال بقى في الدايره اللي احنا لسه واخدينها السنه اللي فاتت. ايه نظام الدايره؟ قصتها ايه؟ خليك معايا نشوف مع بعض. في الشكل المقابل بيقول لي دائرتان متماستان من الداخل في ألف. سمعت كلمة تماس؟ يعني في مماس، يعني في مماسية، يعني في محطية. كل الحاجات دي هتفيدني؟ هتفيدني. بيقول لي فإن هي دال يساوي كام سنتي؟ ومديني اختيارات 2 3 3 ونص 4. مين في دول الصح؟ تعال نشوف مع بعض. انت مديني هنا ا ب ب 6 سم، وب ج ب 3 سم، و ا د ب 4 سم بس. وطالب مني هي د بكام؟ هقول له حاضر. اولا انا هعمل عمل، طبعا الحل هيطلع باتنين، ازاي؟ تعالى نشوف مع بعض. اولا انا هعمل عمل، هرسم مماس مشترك. نرسم المماس المشترك، هنسميه ا واو. لما ارسم من هنا كده ا واو مماس مشترك، هيعمل لي زاوية مماسية بتساوي زاوية محيطية. أهي يا مستر. هيبقى هنا لما يكون ده مماس يبقى في زاوية مماسية اللي هي زاوية واو أ ج، دي مماسية في الدايرة الكبيرة بتساوي زاوية ه. وفي الدايرة الصغيرة زاوية واو أ ب مماسية برضو بتساوي المحيطية اللي هي أ د ب في الدايرة الصغيرة. أهو يا مستر، المماسية بتساوي المحيطية في الدايرة الصغيرة، وبرضو مماسية بتساوي المحيطية في الدايرة الكبير. أقوله برضو واو ألف جيم ده في الكبيرة مماسية بتساوي قياس زاوية ألف ه جيم بتساوي اللي هي المحيطية في الدايرة الكبيرة، مشتركين في نفس الإيه؟ نفس القوس اللي هو ألف جيم. أهو يا سيدي. يبقى أنا عندي زاوية واو ألف جيم دي مشتركة، مرة بتساوي د ومرة بتساوي ه، يبقى د و ه بيساوي بعض. زاويتين في وضع تناظر بيساوي بعض، قال لي يا مستر يبقى في توازي. يبقى ب د بيوازي ج ه. تمام، وصلت التوازي. وصلنا لدرس النهارده. في المثلث ألف ه ج يا مستر، بما ان ب د يوازي ه ج
يبقى في اجزاء متناسبه، يبقى ألف دال على دال ه تساوي ألف ب على ب ج لو هو عايزها. أهو يا سيدي، قال لي مستر ألف ب بستة على ب ج بتلاتة، يبقى ستة على التلاتة بتساوي، قال لي مستر ألف دال بأربعة على دال ه مش موجود، حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى دال ه بتساوي أربعة في تلاتة على الستة هيساوي 2 سنتي يا مستر اللي احنا قلنا عليها ورا 2. عشان وقتنا بسرعه ناخد اخر تمرين نختم بيه حلقتنا. بص كده معايا التمرين ده. التمرين هنا، طب انا عندي فكره ماشي. التمرين بيقول لي اذا كان مساحه المثلث ا ه ج بتساوي 15 سنتيمتر مربع، ومساحه المثلث واو ه ج بتساوي 9 سنتيمتر مربع، و ا ب بيساوي 16 سنتيمتر، فان ا د بيساوي كام؟ سنتي. المثال ده انا هسيبه لك انت تفكر فيه، ده للطالب، وانا هقول بقى مثال تاني غيره خالص. يعني المثال ده خدوه لك انت ليك، وبص معايا على المثال اللي جاي ده. يلا معايا في الشكل المقابل بيقول لي هنا ايه، اذا كان د ه يوازي ب ج، د ه يوازي ب ج، وكانت مساحه المثلث ه ب ج، مساحه المثلث ه ب ج ده بتساوي 9 سنتيمتر مربع المثلث، فإن مساحة المثلث أ د ه بتساوي كام؟ اديني 4 وهنا 2، مديني مساحة المثلث ده وعايز مساحة المثلث اللي فوق اللي هو أ د ه، ومديني اختيارات طبعا أهو اختيارات، بيقول لي 6 12 18 27 وهكذا. طب أجيب مساحة إزاي يا مستر؟ إحنا خدنا قبل كده يا مستر المساحة، افكرك بحته على المساحه، احنا قلنا ان لو عندي مثلثين متشابهين المساحه على المساحه تساوي ضلع على نظيره الكل تربيع، صح؟ قال لي مظبوط. ماشي، عايزك تبص معايا هنا بقى، المثلثين ج ب ه، ادي ج ب ه ادي المثلث الاولاني، والمثلث الثاني اللي هو ه ب الف، قال لي ه ب الف، قال لي يا مستر المثلث ده والمثلث اللي جنبه مشتركين في نفس الرأس ب وقواعدهم على استقامة واحدة، يبقى مساحة المثلث ده على مساحة المثلث أ ب ه بتساوي النسبة بين قاعدة إلى قاعدة، يبقى تساوي 2 إلى 4، القانون خدناه قبل كده في المساحات. ماشي، يبقى مساحة المثلث أ ب ه إلى مساحة المثلث ج ب ه هتساوي 4 إلى 2، أو يبقى مساحة المثلث أ ب ه على 9، أنت لاقي لي ه ب ج بتسعة بتساوي 4 على 2 يعني فيها 2، يبقى مساحة المثلث أ ب ه المفروض أقول له 9 في 2 يدينا 18، والحل في الآخر هيطلع 12. إزاي؟ تعالى كده نكمل مع بعض. أهي يا مستر، مساحة المثلث أ ب ه على 9 بتساوي 4 على 2، يبقى مساحة المثلث أ ب ه هتساوي 18. جبنا مساحة المثلث أ ب ه ده كله ب 18. أنا عايز المثلث أ د ه. طب إيه علاقة بقى المثلثين دول ببعض؟ قال لي يا مستر ما هو برضه المثلث أ د ه والمثلث أ ب ج برضه مشتركين في رأس واحدة وقواعدهم على استقامة واحدة. يبقى مساحة المثلث على مساحة المثلث بتساوي القاعدة على القاعدة. تمام. في المثلث الكبير أنا عندي د ه بيوازي ب ج، هنطبق النسب بتاعتنا النهاردة. يبقى أ ه على ه ج بتساوي أ د على د ب. يعني أ د على د ب برضه النسبة 4 إلى 2 يعني 2 إلى 1. ماشي يا مستر. وعندي برضه في توازي يعني مثلثين متشابهين. زي ما قلنا يبقى مساحة المثلث أ د ه على مساحة المثلث أ ب ج كله قلنا بتساوي ضلع على نظيره الكل تربيع. قال لي مظبوط. مساحة المثلث أ د ه على مساحة المثلث الكبير كله أ ب ج بتساوي ضلع على نظيره الكل تربيع. ممكن. تمام. ده حل تاني. طب ما انا عندي يا مستر ا ه ب 4 على ه على ا ج كله ب 6، يبقى 4
على الستة لكل تربيع، يعني 2 على 3 مربع هيبقى 4 على 9. المثلث ألف ب ج كله عبارة عن كام؟ أنا عندي واحد بتسعة وواحد بتمنتاشر، يعني 27 يا مستر. يبقى مساحة المثلث أ د ه على 27 بتساوي زي ما قلنا 4 على 9. حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى مساحة المثلث أ د ه هتساوي 4 في 27 على 9 هيساوي 12 يا مستر، وخلصت. أدي حل. اللي عايز يحل بالحل التاني هيقول لي كده يا مستر إن المثلثين دولت أ د ه والمثلث أ ب ه مشتركين في نفس الرأس وقواعدهم على استقامة واحدة، يبقى مساحة المثلث أ د ه على مساحة المثلث أ ب ج بتساوي القاعدة أ د على القاعدة أ ب. القاعدة أ د نسبتها 2 والقاعدة أ ب نسبتها 3، يبقى 2 على 3. يبقى مساحة المثلث أ د هي يا مستر على مساحة المثلث أ ب ه كله جبناه بال 18، يبقى المثلث مساحة المثلث أ د هي على ال 18 بتساوي 2 على 3. حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى 2 في 18 36 على 3 يدينا 12، يطلع نفس الحل. حبايبي طبعا عشان وقتنا خلص، يعني في النهاية بشكر مستر إسماعيل على شرحه الجميل طبعا الوافي اللي فادنا كلنا، وبشكر كل طلابي اللي تابعوا معانا النهارده، بشكر جميع القائمين على هذا العمل اللي خلونا يوصلوا لكم العلم ده كله، نوصله لكم وانت قاعد في بيتك، قاعد في مكانك، بيوصل لك الشرح بطريقه مبسطه بطريقه جميله. نشكرهم طبعا لتعبهم. كان معكم اشرف طلعت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.